ازاي سبت الشدة والسلاح في الحفرة وشيء ازاي؟ مش ما انا كنت متعين تبع لواء ما اعرفوش مفيش حد فيه ولا ضابط ولا صول ولا خدونا من المعادي من مصر مركز تدريب المعادي قالوا لنا انتوا رايحين على الميه على ايه؟ الميه دي على الميه ودونا الجنطره غرب ماشي قعدنا بقى بتاع 15 يوم يوم في يوم الساعه 12 بالليل قال لك بكره الساعه 2:30 الحرب 6 اكتوبر انفخوا الجوارق نفخوا الجوارق ايوه ايه اللي بيعملوا دي؟ ايوه وفرجوا علينا يا جاتوه كانت ايامها السيار المندويال والبرومونت والهليوت والكلام من ده ايوه كل علبه خمس سجاير من كل صنف يعني الساعة 2:30 الظهر لقينا طيران داخل اوه على جوه بعدهم فيكم على الغرب ايوه داخل الشرق داخل جوه سينا يضرب بالصعيد كان عندهم حفلة المهم الضرب اشتغل لغاية المغرب ودنات وطيران واللي يموت يموت واللي يروح فرسيبه يروح فرسيبه ملوش دية بخلاص بقى يلفوا بطانية يدعوا بيبيتوا بالجيش ويندفن زي ما هو الاجراس المعدنية على اسمه وعنوانه المهم انا قلت على الطلاق ما بات هنا بره التاني سينا الشرق من الغرب للشرق وحفرته حفرة قعدت فيه كان معاك سلاح ايه؟ البندقية عالية كان سلاح مشاة ايوه المهم اعمل ايه الرمل يخش جفاء اقول يا ولاد المكمة على الطريق ما انا بقيت تاني لحد الساعة كام؟ 5 الصبح رحت ماشي يا راجل ساب الشدة بالسلاح علبة تعين الطريق طب وزمالك اللي حواليك ما شافكش؟ ما فيش ده بينه وبينه زمان هنا وسكن حديد المهم عديت الجارق قعدت اجدف وانا جارب ايه بقى يا بابا؟ فل كده اهو وانت لقيته فين؟ فوق ده بتاع السواحل لقيته فين يعني؟ هو في الميه معطول ما احنا اللي كان بيعدي في الشرق ينزل من الجارب يطلع ويسيب الجارب حسيت بيه؟ ايوه ويسيب رحت لغايه الغرب بقى بالمين بالميري؟ الساعه 5 الصبح رحت ماشي بالميري؟ ميري ايه امال ما فيش لا شرطه عسكريه تعرضك ولا اي حد المهم طلعت على الاسفلت بعد 3 كيلو لقيت عربيه ميري سويس معلي الغراب الجيش الثاني اسمع لي ايوه قلت له راح فين يا اسطى؟ قال لي راح الغراب يجيب ميه قلت له خدنا معاه قال لي راح فين؟ قلت له راح مؤخرا قاعد على مخالي قال لي ماشي ركبت نزلت في الصبحيه خدت عربيه فجوس فجوس الزجاجيل دخلت قهوه كل ده من ميري ايوه والافرون مجندي والبيضه مجيره المهم قعدت في قهوه انا خرمان معسل الراجل قال لي له بص انا جاي مؤخره بعدكم هنا بتاع 10 كيلو والمحفظه وجعت في الطرق وانا بشرب من ايه بغسل ايدي ومعيش فلوس قال لي والله ما حاجه قعدني اي جاب لي شاي ومحسل حجرين شاي محسل في اتنين شاي قال لي اللي انت عايزه وراح طالع بره جاب منديل كده هندي ملهولي فضه شلمات وبرايز يا الصلاه على النبي قالوا لي ما حي انا اروح وانا هرجع تاني كنت امهم الله العظيم قعدت بقى على الترابيزه مسكت الفكه ريالات ريالات لقيتهم كام؟ 3 جنيه ونص بس كان مبلغ ايامها؟ قال لي جنيه جنيه والمواصلات ببلاش اي حي المهم ركبت من الزجازيق طنطا في اتوبيس واحد قاعد بيراقب بيقول لي ايه احوال الجيش عامل ايه؟ قلت له انا قاعد مؤخرا ونازل بس مستاذن 24 ساعه عشان اجيب ايه فلوس واجي البيت. لا بس الناس كان خلاص كان عندها علم ان الحرب قامت. طب ما هو ايه؟ ايه بس ما اعرفش انا فين؟ اعرف انا تبع ايه؟ قلت له انا قاعد مؤخرا على مخالي مخزن يعني ومستاذن من الضابط 24 ساعه اروح واجي على طول. قال ماشي. قعدت جه الاتوبيس نزل بقى في طنطا نازل معاه واخد القطر لحد فين؟ لحد قال لي ومن قال لنا على السوق خلاص بقى وبعدين؟ دخلت البيت العيشه بتبدا قلت له بصوا بقى انا جيت اهو انا الحرام اللي هيقول لي روح الجيش لجبحه كله ما كله قعدت هنا قد ايه بقى؟ 90 يوم بعد وقف اطلاق النار وحصر القوات وكلام سلم نفسي كتبوني هناك بقى مفقود ما اعرفوش انا حاجه ما اعرفش انا حاجه ما انا كنت تبع لواء غير الكتيبه بتاعتي وشو الذخيره كتبوك مفقود
طيب دخلت مكتب قال لك محكمه عسكريه. انتظر مكتب محكمه عسكريه ليه بقى؟ ايوه عشان ولد كنت فين ومش فين بقى. يعني انت رحت سلمت نفسك بعديها؟ ايوه. ليه بقى؟ امال ايه؟ زي ما انت؟ لا ليه؟ هيبعتوا اشارات امال ايه؟ طب لما رحت المحكمه العسكريه قلت للقاضي ايه؟ جاي دخلوني مجه كده تحت الارض. احمد علي ابراهيم النجار افندم عسكري بقى في الالي ورا مني بكوست امه داخلين مجه بقى تحت الارض كده لواء وعميق ورائع وصوت. ايه اللي حصل؟ قلت له حصل كده 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 وانا طبعا مش اللي هو ايه بقى؟ اللي انا توه تايه في الصحراء. ايوه ما بعرفش الكتيبه اللي انا فيها ايه ده. انا كنت ملحق على كتيبه تاني ومستجدي جاب لنا مركز تدريب قال لك رايحين على المويه. لقيت القنطره دي يا فندم اه كلمه مفقود ده ايه هي اللي نفعتني. عن ضرب النار اه ضربوني بالنار امال ايه؟ خان وطنك كنت ماشي. ما هو دي اللي كنت عالق عليها المفروض تضرب كلمه بالنار. مفقود ده اللي رحمتني. قال لك ماشي ماشي الحكم بعد ما يدوم. طلع بره قعدوا وجه يكلموا بعض لقيته بينادوا عليا تاني ايه يا فندم 4 سنين ضوء. 4 سنين؟ والله ذنب قال الحقيقه. قعدت 26 يوم. ها؟ كنت قاعد 26 يوم في الجيش كله. وقضيت 4 سنين حبس؟ انا جاي لك اهو. رحت الكتيبه احمد بقى انا عملت 4 سنين ورب. هو ساعتي بيعمل لي كده اقول كسوم انا هموت انا ولا اقعد ياما في الكتيبه 24 شهر. سنتين؟ قاعد بالكتيبه من هنا من المنظوره. اي قال لي بص انا هقعدك هنا لما يبقى لك ايام. سنتين؟ ايه 24 شهر. قعدت في السجن الحرب يعني ولا ايه؟ لا الحرب ده بيت ليلة فيه. بعد كده طلع على جسمي ايه؟ السجن اللي ممنوع الملكي. سكت بقى انا بطش المعمول. اطلع فوق عند المكنه. سيكا يعني. صحنين يتغسلوا تفرش السلايق. تاخد الوقت توديه المدرسه تروح تقعد في جوه الزواوة على المحطه تشرب شويه معسل. سنتين من حته؟ سجن ده مامور يالا عم جورجو هو حكمك حكمك باربع سنين انت قضيت منهم قد ايه؟ 24 شهر. هو الجيش كده ده واخد سنتين. ايوه وقعدت سنه ودي عفو دخل عليك تطلع. طيب انت قضيت سنتين بس؟ 24 شهر. ايوه بدل 4 سنين يعني. والباقي طلعت على طول في عفو مولد النبي. لا ده انا عملت بص انا عملت حوارات في الجيش لو الجن ما يعرفش يعمل معايا حاجه. ازاي ايه؟ بص كنت عامل شيشه جوه الكتيبه كنت شايلها في الملجا والصول يجي حشش معايا واقعد زي احمد نازل من السوق اقول له روح البيت هات كده 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 قلت له موجود حشيش ب 2 جنيه على الطريق اللي كنت ببعت لخليل غالي صلاح واحد اسمه صلاح بكر سواق مطعم مصر كان معايا هنا 2 3 يروح لخليل غالي يقول له جرجر في الوحده واخد حبس وعايز حاجه رائعه على الطريق اديله كده بص بص خليل غالي كان عامل كشك في النداء هنا؟ عند جوه مزيد اهو خش خش المكنه دي خش المكنه دي مده